The summit of a mountain 2450 meter above a base camp is measured on a map, الماب اهي, to be 4580 meter horizontally في المستوى الأفقي from a camp in a direction 38.4 west of north. ادي النورث اهو, وده الويست, ودي الزاوية, وهو مرتفع هنا كده 2400 متر, قمته مرفوع عن الخريطة يعني او عن المستوى الافقي بالرقم ده, وادي المسافة بتاعته, وادي الكامب هنا, وده الماونتين. مش عارفين المسافة الافقية على المستوى الافقي يعني في اتجاه الاكس واتجاه الواي كام, بس عارفين الارتفاع. What are the components of the displacement vector from camp to summit? من الكامب لغاية أعلى, يعني لسه كمان مش النقطة اللي في الأرض, لا النقطة اللي فوق. Choose the x-axis east, يبقى ده الايست وده الx-axis, والy-axis north, يبقى ده الy, والزد اللي هو في اتجاه العلوي. طيب يبقى احنا نقول كده الx, لو اعتبرنا ان ده مثلا a, يبقى الـ AX بتساوي إيه؟ الزاوية دي هي نفس الزاوية دي 38.4, هتبقى المسافة دي قال لي 4580 متر, يبقى في اتجاه السالب ماينس 4580 ساين من المقابل 38.4. طب والـ AY؟ الاي واي موجب, ده سالب كده سالب وده موجب, هيبقى 4580 كوساين 38.4 يساوي. اما الاي زي مدهوني هو خالص 2450 متر, يبقى ده خالص, ده هنحسبه وده هنحسبه. طبعا هنا ماينس 4580 ساين 38.4 ماينس 28.45 متر, وهنا بدل ساين كوساين, ثلاثة خمسة ثمانية تسعة. طبعا هنا بلس, يبقى ادي ال 3 components, ممكن نقول كده A بيساوي 3 قيم في اتجاه ال X 2845 بالسالب, اتجاه ال Y 3589 بالموجب, اتجاه ال Z 2450 متر. طبعا لو احنا بندخل القيم نحط بينهم كوماز على حسب يعني البرنامج اللي مدخل عليه.